على 4 مليون فداش. قولي لنا بقى عرفتي ازاي ان انت من اوائل الثانويه العامه؟ كنت مستنيه المؤتمر في التلفزيون، جه تقريبا على الساعه 1:30 تقريبا، عرفت صاحبتي اتصلت بيا وقالت لي ان المؤتمر بدا، احنا كنا مستنيينه من امبارح وسهرانين، فعرفت ان هو المؤتمر بدا فلقيت اسمي فيهم. بعدين شويه حد من مكتب الوزير اتصل، بعدين الوزير اتصل. احساس بقى كان ايه اول ما عرفتي؟ ايه اكتر ماده كنت خايفه منها؟ الجيولوجيا، كان فيها كميه حفظ رهيبه جدا، هم اصلا جايبينها من ادب، كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا. كنت متوقعه يا امنه ان انت هتبقي من الاوائل؟ كنت متوقعه، كنت دايما بقول لهم ان انا يعني كانت امنيه اكتر من هي توقع، كان نفسي جدا ان اطلع معلقه املي على الاول شويه. بس الحمد لله. تدخلي كليه ايه يا امنه؟ ليه؟ عايزه اتخصص اورام. كلمينا ايه اكتر حاجه كانت صعبه بالنسبه لك ايام الدراسه وايام المذاكره؟ تظبيط ساعات النوم، اوقات كتير بنام على الكتاب وانا بذاكر، بصحى وبنام تاني على الكتاب كتير، فهو ده كان اصعب مشكله. بس تحبي تقولي ايه لبابا وماما النهارده؟ شكرا بجد، السنه دي كان تعب سنه فاتت وانا صغيره. والدة آمنة طارق مصطفى قط، الحمد لله رب العالمين، ربنا كان لتعبها بالخير الحمد لله، لأنها كانت تعبت كتير وربنا عطاها. حضرتك كأم بقى كنت بتعملها ايه أيام الدراسة عشان تساعديها؟ كأي أم إن هي بتراعيها، بتراعيها في كل شيء، وبعدين الحمد لله كان الجو كنت بهيئ لها الجو بأكبر قدر ممكن في البيت. بالنسبة لإخواتها الحمد لله كل أم متفوقين، فكل واحد كان في حاله في مذاكرته وفي حاله، فالحمد لله رب العالمين كان متهيئ لها الجو تماما إن هي إن شاء الله تنجز، وهي من صغرها كان نفسها تبقى دكتورة يعني، فالحمد لله ربنا كان لتعبها بالخير الحمد لله. أما أول حد يبقى من الأوائل على الثانوية العامة؟ لا، عندي الثانوية العامة لكن عندي أحمد طالع امتياز مع مرتبة الشرف ومعيد في كلية الهندسة السنة دي، ومعاذ تانية كلية هندسة، وعبد الرحمن السنة دي جايب 97 في الإعدادية، فالحمد لله رب العالمين الحمد لله. ألف مبروك.